متابعه قناتي لمسه من ايديكي من كل مكان. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه قوي، مكوناتها موجوده في كل بيت، سهله جدا، سريعه جدا، وفي نفس الوقت حلوه وبتدفي في الشتاء، قيمتها الغذائيه عاليه، الولاد هيحبوها والكبار. هنعمل النهارده مع بعض شعريه باللبن. طريقة حلوة جدا بجد هتحبوها، يمكن مختلفة شوية برضو عن ما انتوا بتعملوها، بس طريقة حلوة قوي مغذية وزي ما انا قلت وحلوة. هنبتدي بقى فيها نعملها خطوة خطوة، بس هندخل دلوقتي على البوتاجاز. بس الاول اتمنى قبل ما نبدأ في الشعرية النهاردة باللبن، اللي ما اشتركش في قناتي لمسة من ايديكي ينزل يعمل اشتراك دلوقتي ويفعل الجرس عشان يوصل لكل فيديو جديد بعمله، وينزل يعمل لايك حالا قبل ما ادخل على الوصفة، علشان طبعا لايكاتكم واشتراكاتكم دي بتدعمني، فاتمنى ان انتوا تشتركوا وتعملوا لي لايكات وشير كمان للفيديوهات بتاعتي. ويلا بينا ندخل على النار مباشرة ونبدأ في وصفتنا بتاعت النهاردة. معانا هنا اول حاجة حل على النار فيها مادة دهنية زي ما احنا شايفين، وهننزل بالشعرية طبعا كمية الشعرية اللي انت عايزاه او عايزة تعمليه. هنقعد نقلب في الشعرية لغاية ما تاخد لون، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بعد كده. خلاص هنا الشعرية اخدت معانا اللون الذهبي الجميل اهي، هنبتدي بقى نصب عليها دلوقتي المية السخنة. خلاص كده احنا هنا ضفنا المية اللي هتسوي لنا الشعرية، يعني زي ما بتسوي الرز بالظبط هتسوي الشعرية في المية. بس طبعا هنحط ايه دلوقتي؟ هنحط سكر، احنا مش هنحط ملح طبعا على الشعرية لان الشعرية دي حلوة، فهنحط سكر. طبعا بتحطي كمية السكر اللي انت بتحبيها، يعني لو بتحبي الحاجة مسكرة حطي سكر كتير، لو بتحبيها مش مسكرة قوي طبعا حطي السكر حسب الرغبة. هنبتدي بقى نغطي ونسوي الشعرية زي سوى الرز بالظبط، وبعد كده هنشوف هنضيف عليها ايه. خلاص الشعرية هي قربت تتشرب. في الخطوة دي بقى احنا مش بنسيبها لغاية ما تتشرب خالص، في الخطوة دي بقى بنضيف حاجة مهمة قوي على الشعرية بتخلي طعمها في منتهى الجمال. بنضيف هنا جوز الهند مبشور. جوز الهند المبشور بيخلي الشعرية بجد طعمها تحفة جدا ومختلفة، وبتديها نكهة حلوة قوي. طبعا بتضيف الكمية اللي انت حباها، بتضيفيها في الخطوة دي قبل ما تتشرب بشوية صغيرين. هنا خلاص هي فاضلها حبة صغيرين خالص وتكون خلصت. هنغطي عليها تاني دلوقتي تكمل سواها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. خلاص الشعرية بتاعتنا خلاص خلصت اهي، ونزلناها من على النار. هنبتدي بقى نغرفها طبعا في الطبق اللي احنا هناكل فيها او هنقدم فيها. طبعا زي ما قلت الشعرية دي من الحاجات الحلوة قوي، الحلويات الحلوة قوي اللي ممكن تقدميها لاي ضيف عندك او للولاد هيحبوها جدا. هنغرف بقى كل الطبق وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بعد كده. خلاص احنا هنا خلاص غرفنا الشعرية في الكاسات، ومش قادرة اقول لكم بامانة ريحتها حلوة جدا لما ضفنا عليها جوز الهند. معانا هنا طبعا لبن سخن ومحلى برضو، يعني محطوط عليه السكر، وطبعا السكر ده حسب الرغبة زي ما انت بتحبي. هنبتدي بقى نضيفه كده في كل طبق او كاس او اي حاجة انت هتقدمي فيها، هنضيفه كله. عايزة اقول لكم على حاجة، انا ليه ضفت اللبن دلوقتي بعد لما غرفت الشعرية، يعني ما حطيتش اللبن ليه على الشعرية وهي في الحلة؟ انا عملت الخطوة دي علشان لو فضل اللبن في الشعرية كده او لو ضفته عليها في الحلة، بعد شوية بتلاقي اللبن بالشعرية شربته، يعني الشعرية شربت اللبن وبقى ناشف وبقى مش حلو. فانا ساعة التقديم، يعني دي خطوة مهمة قوي ولازم تعرفوها، ساعة التقديم بس احنا بنضيف اللبن السخن والمحلى، علشان لو ضفناه بيجمد في الحلة وما بيبقاش حلو. طبعا لو جيتي تاكلي منه تاني مش هيبقى حلو، هيبقى متكتل كده وماسك في بعضه، فاحنا بنغرف في ساعة التقديم. خلاص الخطوة اللي قبل الاخيرة بقى، بعد لما خلاص ضفنا اللبن بنحط حتة زبدة كده في كل كاس، بنحاول ايه نخليها تسيح. هنضيف تاني قطعة زبدة في تاني كاس او تاني طبق معانا، وبعد يعني هنضيف على كل الاطباق، كل طبق هنحط عليه قطعة من الزبدة. طبعا الزبدة دي حسب الرغبة، اللي بيحب زبدة يحط، اللي مش بيحب ياكل كده مفيش مشكلة طبعا. بس طبعا الزبدة بتبقى حلوة قوي مع الشعرية باللبن، بتديها دسامة اكتر وبتديها طعم كمان حلو قوي. خلاص كده الخطوة الاخيرة معانا، احنا معانا هنا طبق فيه مكسرات،
طبعا برضو المكسرات دي حسب الرغبة. انت لو متوفر عندك مكسرات حطي، مش عندك مكسرات ما تحطيش، وبتكتفي بيها كده وبتتقدم وتبقى حلوة جدا. طبعا برضو نوع المكسرات اللي متوفر عندك بتحطيه، او لو عندك حتى مثلا سوداني بس ممكن تحطي سوداني، عندك زبيب بس بتحطي، يعني اي نوع من مكسرات بتحطيها متوفرة عندك. لو عندك برضو جوز هند بس ممكن تحطي، يعني احنا مش متقيدين بنوع مكسرات معين اللي متوفر عندك. خلاص هنا حطينا كل المكسرات على الشعرية باللبن، وزي ما احنا شايفين شكلها بجد حلو جدا ومشهي جدا، هيعجب الولاد قوي لو عملتيه بالطريقة دي، وبجد طعمه تحفة جدا، حاجة حلوة تتعمل للولاد، ليكي لأي ضيف مثلا ممكن يجيلك تقدميها له. كمان سهلة جدا، ما بتاخدش وقت، يعني ممكن والضيف قاعد عندك ممكن تعمليها. طعمها حلو كمان في الشتاء، زي ما احنا عارفين ان الجو برد، وهي في الشتاء مغذية جدا وبتدفي جدا وقيمتها الغذائية عالية ودسمة جدا، يعني الولاد هتبقى حلوة قوي للولاد ومغذية كمان ليهم. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لايك للفيديو وشير، واتمنى اللي ما اشتركش في قناتي لمسه من ايديكي ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل كل فيديو جديد بعمله، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده، وباي باي.